اهلا بيك. بالبدايه احكي لنا بدايه زواجك، وهل انت بالمدرسه او ما مكمله دراسه؟ تفضلي. احكيك من البدايه، اني تخرجت من الثالث متوسط، نجحت للرابع وقعدت بالبيت ما كملت لانه كان عندنا ظروف بالبيت فما قدرت اكمل. بقيت قاعده بالبيت 3 سنوات. خلال هذه 3 سنوات قدموا لي هوايه اشخاص، من ضمنهم قسمة يعني عن طريق خالتي، أو ولد هو خوش ولد يعني خريج، لا كان بعده يدرس مرحلة أخيرة، وسألوا أهلي عليه، خوش ناس وأخلاق وبالمنطقة سمعتهم زينة، وشفته أني يعني أعجبت بيه فصارت القسمة. زوجت أني عندي عيالي، أني غرفتي فوق كانت ماكو أي مشكلة وياهم، وحياتي حلوة وسعيدة. هو يعني تعرفين الوضع كان دراسة إلكترونية، فيدرس على الإنترنت، وحتى علمني المواعيد مالته وأقعده مثلا إذا عنده محاضرة، وإذا ما عنده شيء يعني ما يقعد الصبح ينام، يقعد يعني مرات يطلع بالليل يروح الأصدقاء ويجي. نعم، تفضلتي قلتي حياتي حلوة وماكو أي مشكلة، العدوى المشاكل اللي صارت وصار الطلاق. بس آخر شهرين قبل الطلاق يعني تغير هو، ظل يطلع هواية بالليل، أو يجي تعبان كلش، أو يجي جوعان كلش، فأني أسوي له أكل، يظل ينام يعني ينام ثاني يوم للمغرب وقعدة بس يأكل ويرجع ينام يعني يبقى يومين نايم، وش قد ما يأكل ظل يضعف يعني كلش ضعيف صار. أو كان أكو موضوعهم يضوجني به، يعني كان تعرفين يعني علاقتنا الزوجية، فكان كلش متوحش وياي بطريقة يعني كلش يعني أتأذى من يمها، فظليت أني صارت عندي مضاعفات وتمرضت، ورحت لأمي وقلت لها بالموضوع، رحنا الدكتورة قالت لي يعني هذا سمته عنف هذا، وما يصير هو يشي يتصرف وياك، لازم تحكين وياه. أعطتني علاجات طبعا، حكيت وياه ما فاد، يعني ما فاد، بقى نفس الشيء. شكيت الأم ما نفس الشيء، أهله يعني مش يريدون يسوون، ما سووا شيء، الحد ظل يقعد من النوم ويهدي، يعني يهدي يحكي أشياء ما أفهمها أني، فأقول له شكو داي تتحلم، يحكي ظل أشياء ما أفهمها، ويحكي على أصدقاء أو يسولف، يهدي يعني، فأنا عبالي يتحلم بس ظلت يعني يسخن ويهدي، وهاي نفس الشي حالته يعني، وياكل هواية ويتعامل وياي بهيش طريقة. فأنا ظليت ما تحملت، رحت الأهل زعلانة، رحت أسبوع ما حد سأل علي ولا حد إجا علي. وراها إجاني أبوه قال لي أنا أريدك توقفين ويانا وتصيري لسند وتساعدي. قلت له ليش عمي إيش صاير؟ قال أني يعني اكتشفت، هو قال لي إنه أصدقاء من كان يروح لهم بالبداية مخلين له مخدرات بالنرجيلة. شوفي، حالة الإدمان هسه اللي انتشرت بوقتنا هذا وبدت تزداد أصلاً، إيش قد ما دا يلزمون هواية ترى من المدمنين أو تجار المخدرات، لكن ما دا يوصلون للحل اللي يحل هاي المشكلة. ليش مثلاً؟ أنطيش أبسط شيء، مثلاً أكو شخص لزمه إنه دا يتعاطى مخدرات، أو هو تاجر أصلاً مخدرات، أو هسه مبتدئ، وين حيزجوه بالسجن؟ هاي أول خطوة. بعدها صار بالسجن، شنو الحل؟ بس سنة سنتين يوم يومين طلع، هو لا تعاقب، أخذ استراحة بهاي الغرفة يوم يومين ثلاثة، إذا ما علم الدائر ما يدور بالسجناء اللي وياهم أكيد، مو لتجدوش يعلم، لكن أكو نقطة إنه هم ما دي ينتبهوا لها، لو أكو باحث اجتماعي داخل السجون انه اسوي لهم دورات تثقيفيه، شلون هسه البرامج التثقيفيه اللي حضرتش وغير القنوات
يجهزوها للناس حتى يتعلمون من عندها، ماكو هذا الأمر. لأن مثلا هو مثلا شاب أكو من سحب لهذا الطريق، احنا نقول الصاحب ساحب، سحب صاحبه أو مجموعة أو أي مهما كانت الجهة، هو المهم انسحب اندرج لهذه المجموعة. بقت انه من اكو تأهيل بالسجن، تأهيل حتعلمه توعيه الثقفة، تقول له يابا انت هذا عمرك وشبابك وما ادري شنو واهلك وسمعتك وناسك وزوجتك وبنتك واختك وما ادري شنو وجيرانك، من اللي تسمع انه انت انحرفت بهذا بعد ما حد حيحترم اهلك، ما حد يحترم اختك، ما السمعة عمت على الكل مو عليك بس انت، يعني مو انت لوحدك متضرر، دخلت بالسجن ما همك شيء، دخلت بالسجن بس العوائل اللي وراك شنو ذنبهم؟ من اكو هيك كلام داخل السجون حيصير شويه تراجع، احنا هذا ما عندنا. فتشوفين ماكو حل للمشكله نهائيا. نجمع مجموعات ونسجها بالسجن، ورا فتره طلعوا. مو هاي المجموعه هي مو بس هي المجموعه، اكو وراها مجاميع كافة الأعمار، حتى أطفال، حتى نساء. هسه تشوفين دائما بالتلفاز تطلع أو بالمواقع التواصل الاجتماعي نساء شو بكثرة صارت. فإحنا علاج ماكو، مجرد إنه نلزم هاي المجموعة. زين هاي المخدرات منين تجينا؟ تجينا من الهواء، من السماء، تنزل تمطر المجموعة وتروح؟ لو الطرق مفتوح والبوب مفتوحة إنه حقيقة ظاهرت تعاطي المخدرات والمتاجرة ظاهرة هي طارئة على مجتمعنا العراقي. بالسنوات الأخيرة هذه الظاهرة أصبحت بازدياد كبير جدا نتيجة لغياب الوعي، الوعي القانوني أولا والوعي المجتمعي والوعي اللي خلقته أجهزة الدولة. حقيقة نحتاج إلى حملات كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة. أجهزة الدولة حقيقة تقريباً هي غير عاجزة، لكن نحتاج إلى تكثيف هذه الجهود من أجل محاربة هذه الظاهرة الطارئة. حسب المعطيات وحسب اللي شفناه، وزير الداخلية صرح سابقاً أنه 50% من الشباب العراقي هم يتعاطون المخدرات، وهذا التصريح جداً وأخذ صدى واسع داخل الأرجاء القانونية وداخل المجتمع نفسه. يعني وصلنا إلى مرحلة أنه إذا 50% من الشباب العراقي يتعاطى المخدرات و 50% ويمثل الشباب العراقي 64% من المجتمع حسب إحصائيات وزارة التخطيط. هنا لما نقول أنه 64% من المجتمع نصفهم يتعاطون المخدرات، هذا خلل كبير، خلل واضح بالبنية المجتمعية نفسها. فمرة مرتين شارب ما يدري، بعدين ظل يروح لهم يريد بس يشرب من يمهم أرقيلة، فهم قالوا له احنا مخلين لك هيك متشاقين، يعني ما أعرف هو النوع هذا المخدر. فهو صار مدمن، يعني هو عرف الموضوع وما عرف الموضوع، فهي هاي يعني سببها، هو مدمن لازم توقفين وياه وتساعديه. انا من عرفت انصدمت، اهلي عرفه واقاربي عرفه، ويعني قالوا لي شلون تكملين حياتك شوي واحد مدمن؟ اذا هاي المره عدت يعني جزء مره ثانيه يسوي غير شيء. هو الولد يعني استغفلوه، بس أني ما تحملت أن يكون زوجة مدمن. إحنا ما نعالج هاي المشكلة، إحنا لو نعالجها ننظر لها بغير منظار. مثل العائلة من زوجة بنتهم، الشاب مقتبل الأمر، بعدين ورا الزواج اكتشفت عنده أخطاء هواية سواء الإدمان أو غيره، أو خلينا نختص الإدمان، هسه موضوعنا الإدمان. اكتشفت أنه هو هسه بدأ الإدمان، تتركه بحالة واحدة ان اكتشفت انه هو مدمن قبل ما تتزوجه. يعني تصرفه هذه الحاله مو صحيح؟ لا مو صحيح كنظري، مو صحيح. قلت لي شلون مكتشفته انه هو مدمن قبل الزواج؟ لا والله تتركه، لان هذه غلطه بحق البنيه. لكن هسه بدا بعد الزواج دخل بهذا المجال، بالسهل العلاجه، خاصه المراه لها تاثير على الرجال اكثر من اهله، يعني تحتويه
صحة تعاني، احنا المرأة العراقية تعاني هواية ضغوطات كلها على المرأة، أكثرية 95% ضغوطات المجتمع على المرأة. أتحدى واحد يقول لي خلاف هذا الموضوع. فلو هي صابرة ومحتويته متحملته فد 4 أشهر 5 أشهر لو سنة إنه شافت ما بي علاج مثلاً، أكيد هي مو بينها وبين زوجها، لا كالأسرة أسرته ما طلع أسرار زوجي وأهل زوجي برا، لأن هذا يأثر عليها هي هموت. أحتويها المشكلة أني وعمي وخالتي، يا صار ابنكم اكتشفت إنه مدمن ولازم نعالج الموضوع بيناتهم هم الثلاثة، نعالج الموضوع شنو رأيكم مدري، فأكيد يتوصلون الحل ودون المستشفى للعلاج مدري شنو، بعدين حتتحسن حالته. إذا تحسنت وصارت الأمور طبيعية هي مستمرة، لكن إذا تحسنت وصارت الأمور طبيعية ورجع للإدمان لا، من حقها هنا توقف. حقيقة نصت المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 1 سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا يزيد عن 10 ملايين دينار. كل من استورد أو أنتج أو وضع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائق كيميائية. زين شلون بديتي مرحلة الطلاق؟ رفعتي قضية؟ أنت رحتي للمحكمة؟ شنو اللي صار؟ أبوه أخذها للمصحة وبقى 2 شهر، قالوا لازم تساندي حتى يطيب، وقالوا يرجع يعني طبيعي لأنه لاحقي من البداية ما صار له هواي. أنا ما وقفت وياه ولا رحت له ولا شيء، لأن ما تقبلت فكرة إنه أبقى زوجة مدمن. رفعت قضية طلاق، وكلت أبويا بالموضوع. هو يعني ما صارت قضية، هو من صار زين رفع قضية يسموها قضية مطاوعة. قضية المطاوعة بشكل عام هي دعوة أعطاها القانون حق للزوج فقط بإقامته، هي المطاوعة والرجوع إلى منزل الزوجية أو بيت الزوجية. نعم، الرجوع للزوج لها أحكام كثيرة. في هذه الحالة خاصة، حقيقة شرط المطاوعة هنا لا يوجد، لأنه هي إذا قامت تفريق تستأخر دعوة بيت الطاعة لحين البت بالتفريق، وهنا في حالة قيام دعوة تفريق وتأخير دعوة المطاوعة القاضي إذا وجد أنه الزوج مدمن بتقرير بلجنة مختصة هنا يفرق وتلغي دعوة المطاوعة وترد كذلك تماما. دعوة المطاوعة بها أحكام كثيرة وأحكام يعني حسب الحالات. أما كنت أفهم يعني شنو قضية مطاوعة وما أعرف يعني شنو بيها، بس اللي فهمته أنه هو يرجعني البيت يوفر لي أشياء وأرجع، وما عنده بيت، هو أنا قاعدة فوق غرفة وهو مطلع درج منها، فقالوا هذا بيته، هو نفسه يعني ما تغير شيء. رفضت انه ارجع، قالوا تعادي اذا خلص هو يعني شلون كسب قضية المطاوعة، بس قالوا لي انت ما مجبورة ترجعين او لا. انا ما رجعت، هو يعني قالت لي المحامية مالتي انه اذا ما ترجعي راح يسويك ناشز، وناشز معناته بانك ما تاخذين اي شيء من حقوقك. فراح ابويا الابو وتفاهم وياه، قال له ليش احنا هيك يعني البنيه انظلمت وهسه هي جاي تعاني ومريضه، لانه شلون هو كان يتعامل وياها بعدها يعني احنا مراجع لي يعني كل شهر يم الدكتوره اراجع، والموضوع يعني تطور عندي صار نفسي مو بس انه جسد. فقال له خلينا نتفاهم ونعطيها الحاضر والغايب مالتها وطلق بيتنا، واحنا ما نريد منك، كافي يعني احنا تعبنا من المحاكم وانتم همين تعبتوا، البنيه ما ترجع له، شو يسوي ما ترجع له. فعاد هو طلقني وانطاني الغرفه مالتي والذهب مالتي، بس المؤخر قالوا يجي دفعات وهمين يعني شلون بالمحكمة، وصارت عندي مراجعة وهو يعني طالب.
طالب هو مو موظف، فتأخر الموضوع ما أدري إيش قد قدره، بس أنا ليها سبع إني ما مستلمة يعني مات النفقة، بس قالوا تجي هي حتى لو تتراكم ما أعرف شون، وبنتظره. هسه وضعك الحالي هسه بعد الطلاق واللي صار، تروحين للطبيبة الماتج؟ ما رحتي الطبيب نفسي؟ أنا هسه اللي الموضوع اللي أكثر شيء مأزمني هو إنه موضوع النفسي، أنا ما جاي أصير زينة وما جاي أنسى اللي صار وياي، وأريد منكم هماتين يعني شوفون طبيبة. أنا الطبيبة ماتي اللي راجعها النسائية، يعني من أروح أرتاح أسولف لها، وهي قالت لي روح الطبيبة نفسية، وأنا راح أراجع طبيبة نفسية حتى يعني أبدي حياة جديدة، وما أعرف إذا أتزوج بعد أو لا. أكيد إحنا راح نروح الطبيبة نفسية ونشرح حالتك، وإن شاء الله نوصل إلى نتيجة وتخرجين من هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. هو من تصرف هذا التصرف هو بحالة مو بوعية، يعني مو بإدراكه، فأني أجي أعاتب إنسان أصلا هو مو بوعية، كأنه مجنون، كأنه مجنون. المجنون تقولي ليش أنت مجنون؟ من يجي تضربه تقولي ليش ضربتني؟ لكن لو عاقل قدامك ويجي حاسبك تقول له انت ليش تجاوزت حدودك توقفي له. فهنا دور المرأة يختلف، تتحمل وهي تعالج نفسها، مو تقعد تروح مثلا انا شلون اعالج نفسي يعني صارت بها مخاوف مثلا. هذا توجه، ترى مو انسان غريب، لو انسان غريب من حقه يصير بها حالة نفسية ويصير بها هواية امور ما اقدر اتكلم بها، لكن هذا زوجها عملها بعنف ولا مو بعنف ترجع اسمها زوجها. اصلا ما حد يعيبها على هذا الموضوع، لكن هي تعيب نفسها، هي تعالج نفسها بنفسها. هي تقول انه انا بينها وبين نفسها، اذا تريد تعالج بينها وبين نفسها تقول انا زوجي مريض مو بحال مو بوعيه اصلا، فهذه التصرفات تصرفها وياي خطيه مو بوعيه. لو بوعيه ما يتصرف هذا التصرف، ممكن تنطي فرصه اكبر. انت اقولش لازم تحتوي، هو مريض مو انسان طبيعي، فاني من اتركه وامه تتركه وابوه يتركه، هو هذا ضياع المجتمع. احنا ضيعنا الشباب من ايدينا بهذا، انه اتركه راح بعد هذا، بعد لا نقدر نسيطر، هاي اكو هواية عوائل بعد ما نقدر له ما نسيطر عليه، احنا نضيعهم بايدينا. ماكو انسان ما يسيطر عليه، ماكو ولد ما يسيطر عليه، صح نعاني ونتعب وما ادري شو، بس بالنتيجه اكو نتيجه اسمها ثمره. هل يسبب الإدمان آثار نفسية على المتعاطي؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا أكيد التعاطي المخدرات يسبب آثار نفسية على الشخص اللي يتعاطاه، وأحيانا هو الشخص يكون عنده مشاكل نفسية تخليه يتجه إلى تعاطي المخدرات. والأمراض اللي تصير هي أمراض عديدة، وقد تتأدي إلى الانتحار وإلى العنف وإلى ارتكاب جرائم. طيب ما هي الآثار النفسية على المحيطين بالمتعاطي المخدرات؟ طبعا الشخص من يتعاطى المخدرات راح يكون يعني فاقد البصيرة النفسية، يتصرف تصرفات هو ما داركها شنو هي، وطبعا تؤدي الى العنف ويؤدي الاخرين، واحتمال دورات يحتاج انه يعني يصير عنده اعراض انسحابية ما يقدر يتناول الشيء اللي بتعود عليه، فايضا يسوي مشاكل، يسوي جريمة، يسوي يعني مشاكل كثيرة بالعائلة تصير، وتأثر طبعا على الزوجة، على الاطفال، على المحيط بكامله. جتكم حالات دكتورة لمتعاطين ادت الى الطلاق؟ هواية حالات تمر علينا انه الشريكة تكون بها مريضة نفسيا وسببها يكون زوجها يتعاطى مخدرات، واحيانا اذا هي عندها الجرعة انه تحكي ممكن تطلب الطلاق وتصير تفكك اسري. وعندنا حالات الاطفال والاولاد هم اللي اساس عندنا، اللي يصير عندهم مشاكل نفسية، اضطرابات بالشخصية، يجوز هم ايضا يقلدون الاب وبالمستقبل يعني يصيرون نفس الطريق. في هذه الحلقة دكتورة الحالة تعرضت إلى تعنيف من قبل الزوج، قد تحتاج فترة للعلاج؟ طبعا هي بالبداية العلاقة الزوجية هي علاقة شراكة يعني متبادلة يعني، فلما الزوج يستعمل هذا العنف ويغصب زوجته يعني يسمى هذا الموضوع أصبح اغتصاب، والاغتصاب هي جريمة تعتبر حتى لو كانت هي زوجته. والمشاكل النفسية حتى ممكن أنه تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة النفسية عند الزوجة، لأنها حتكون شغلة كأنه مهددة الحياة، بطلت تصير علاقة هي زوجية، وطبعا لازم تتعالج وتحتاج جلسات علاج، وأكيد تعتبر جريمة المفروض يعني نقضي عليها نهائيا بالمجتمع. في نهاية قصة هذه الحلقة يعني انتهت بالطلاق، لكن الزوج ندم وحاول أنه
بعد العلاج أنه يرجع الزوجة بقضية قانونية، لكن هل برأيك ممكن أعطاء فرصة لهذا الزوج بالعودة له؟ يعني هو واضح المشكلة الأساسية اللي خلته يكون عنيف هو الإدمان، فإذا هو تعالج من الإدمان وترك الإدمان ماكو مانع أنه ترجع له، يعني طول ما هو ما يتعاطى رح يكون أكيد وياه إنسان طبيعي يعني يتحكم بتصرفاته. أما بالنسبة أنه عيب، لا مو عيب، يعني هو حتى لو كان مدمن فهو مريض نفسي يعني كان وتعالج من المرض النفسي، يعني أكيد هو ضحية ظروف معينة، فمن يتعالج ويعني إحنا لازم نعطيه فرصة، يعني إحنا ما يصير نعتبره أنه هو خلص يعني مدمن، أدمن في فترة من حياته، ممكن هيك شيء، لازم نعطيه فرصة أن يتعالج ويرجع إنسان سوي ممكن يفيد المجتمع. حقيقة اليوم مناشدتي حول موضوع المخدرات إلى أهلنا وناسنا في كافة المحافظات، احفظوا أولادكم وبناتكم من هذه الظاهرة السلبية والطارئة على مجتمعنا. المخدرات خطر حقيقي على البنية الأساسية للمجتمع. فئة الشباب نحتاج كعائلة عراقية أن ننتبه على تصرفات أبنائنا ونتابعهم متابعة حثيثة واتخذ الطريق السليم عند كشفهم، وهي التواصل مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة الصحة لغرض معالجة حالة الإدمان في المصحات المعدة لهذا الغرض. حافظوا على أبنائكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أحد الأهداف التي ينشدها علم النفس وخصوصا داخل الأسرة والمجتمع هي الصحة النفسية، أي خلو الفرد من الأعراض والاضطرابات وكذلك وصوله إلى أعلى درجة من تحقيق الذات والرفاهية والسعادة والحياة الوجودية. فهذه الأهداف هي التي ينشدها علم النفس داخل أي أسرة وأي مجتمع، سواء للفرد أو للجماعة. ومن خلال تلك الأهداف نلاحظ في بعض الحالات أن الأفراد نتيجة لإدمانهم على بعض الممنوعات كالمسكرات أو المخدرات تتعرض أسرهم بالتالي إلى حالات من العنف أو حالات من التفكك، سواء الظاهري أو يكون التصدع الخفي. ومثل هذه الحالة ومثل ما لاحظنا أن تأثير المخدرات على الأسرة هو أولا في الجانب الصحي البيولوجي، وثانيا في الجانب النفسي مثل العنف، ضرب الزوجة أو الأطفال أو الإهمال الصحي أو المدرسي أو حتى الجانب البدني بالمظاهر. فنرى أن الأطفال يهملون من قبل أولياء الأمور في حالة إدمان الأب أو الأم على المخدرات، ويتراجع مستواهم الدراسي، وكذلك في أقصى الحالات يعنفون كحرمانهم من الأمان أو حرمانهم من المأكل أو الضرب المبرح أو تصل بعض الحالات إلى الحبس أو الاحتجاز، وتصل الحالات القصوى في الشخص المدمن إلى الانفصال وتهديم ما بناه لمدة من الزمن، أي تهديم هذه الأسرة، تهديم ما كانت في السابق هي نواة للحياة الطبيعية وهي نواة للحياة الأسرية المثالية، يبدأ التهديم بالنسبة للأشخاص
المدمنين على تلك المخدرات. فأدعو الجهات المختصة ومراكز الإرشاد الأسري والصحة النفسية والأسرية والمجتمعية إلى تفادي تلك الحالات والسيطرة عليها من خلال التوعية الأسرية والمجتمعية، وحتى توعية الأطفال في المدارس ورياض الأطفال كذلك، ومنظمات المجتمع المدني كذلك. فعلينا نحن كمختصين أن نسعى بمساعدة الجهات المعنية إلى ذلك، لبناء أسرة صحيحة ومن ثم مجتمع صحيح ومن ثم جماعات كبرى صحيحة كجماعة الوطن أو القبيلة أو الأمة. تعاني كثير من الزوجات من إدمان أزواجهن سواء قبل الزواج أو بعد الزواج أحياناً، ويتعقد الأمر بعد أن يكون لديهم أطفال، وحين تكتشف المرأة ذلك تقع في حيرة شديدة بين البقاء من أجل أطفالها أم الطلاق وإنهاء هذا الزواج غير الموافق. وذكر أحد الخبراء أن تعاطي المخدرات يكون سبباً من ضمن الأسباب الهامة لحالات الطلاق، كما أن المخدرات هي سبب الطلاق والخيانات الزوجية في أغلب دول العالم، منها ما تكون فيها المخدرات سبباً مباشراً، ومنها ما تكون سبباً من ضمن الأسباب ولكنه أبرزها. وبالنسبة لقرار البقاء أو الطلاق فهذا يعود لك وحدك، فأنت التي تعانين وتتعذبين، ولن يشعر أحد بما تشعرين به إلا أنت، ولكن على كل امرأة أن تدرك الإيجابيات والسلبيات بين بقائها عند زوج مدمن أو خروجها من حياته، خاصة بعد أن تعافى واعترف بالخطأ.